في سوريا تتواصل الاشتباكات في أحياء مدينة السيدة زينب بريف دمشق وسط قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على المدينة. وصباحا حاولت كتائب الأسد أعرب رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب عن استعداده للحوار مع النظام في المناطق الشمالية من البلاد التي يسيطر عليها الثوار، وذلك تزامنا مع انتهاء المهلة التي حددها الخطيب للنظام في دمشق لقبول مبادرته من دون رد من النظام. الخطيب وعلى وهيئات حقوق الإنسان عندما طلب قوائم بأسماء المعتقلين مقترحا على النظام أن يقوم بتقديم كشف بأسماء القتلى والسجناء إلى المجتمع الدولي. ختام الموجز، إلى اللقاء. سقط 9 قتلى بنيران كتائب الأسد هذا الصباح في وقت تتواصل الاشتباكات في أحياء مدينة وافق حزب التكتل من أجل العمل والحريات التونسي على النجاح لها، ويعد هذا الموقف متباينا عن القرار الذي اتخذه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك الثالث في الترويكا الحاكمة الذي هدد بسحب وزرائه 5 من الحكومة. ختام الموجز، إلى اللقاء. أن تدرس مشروع كتلة التنمية والتحرير القائم على المناصفة بين الأكثري والنسبي، كما يتوقع أن يقدم النائب لجميل مشروع حزب الكتائب. في سوريا سقط 11 قتيلا بنيران كتائب الأسد هذا الصباح في وقت تتواصل الاشتباكات في أحياء مدينة السيدة زينب بريف دمشق وسط قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على المدينة. كتائب الأسد حاولت استعادة السيطرة على أعرب رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب عن استعداده للحوار مع النظام في المناطق الشمالية من البلاد التي يسيطر عليها الثوار، وذلك تزامنا مع انتهاء المهلة التي حددها الخطيب للنظام في دمشق لقبول مبادرته من دون رد من النظام. الخطيب الذي التقى الدولي وهيئات حقوق الإنسان عندما طلب قوائم بأسماء المعتقلين مقترحا على النظام أن يقوم بتقديم كشف بأسماء القتلى والسجناء إلى المجتمع الدولي. كشف مصدر حكومي مطلع أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية قامت بتحويل الإجراءات الخاصة بتنفيذ حكم القضاء الإداري بحظر موقع يوتيوب إلى لجنة قانونية مؤلفة من خبراء قانونيين داخل الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأوضح الموجز، إلى اللقاء. تدرس مشروع كتلة التنمية والتحرير. سقط 21 قتيلا بنيران كتائب الأسد في وقت تتواصل الاشتباكات في أحياء مدينة السيدة زينب بريف دمشق وسط قصف عنيف بالمدفعية. أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب أن النظام السوري لم يعطي أي رد واضح على مبادرته للحوار، وقال أنه إذا تبين أن هذه المبادرة ستسقط الثورة سيتخلى عنها. وقال الخطيب أنه أحال مبادرته إلى الهيئة السياسية للائتلاف لدراستها وتقديم توصياتها إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار في شأنها. وصل إلى القاهرة رياض حجاب رئيس وزراء سوريا الأسبق الذي رشحته عدد من قوى المعارضة السورية لتولي رئاسة الحكومة السورية في المنفى. ومن المقرر